وقفت عند ايه لو بنتكلم على اولويات رصدك؟ والله هو طبعا بص شوف كل اللي بيحصل يعني من مجهود سواء رئاسي او حكومي هدفه في الاخر الانسان المصري طبعا. فنقعد نتكلم كتير على الانجازات لكن ايه الاثر في النهايه على الانسان المصري ده اللي نقف عنده. ايوه فلا لفت نظري الانخفاض الملحوظ في الاسعار لدرجه ان انا ما كنتش مصدق فكنت ببعت يعني اجيب معلومات من المحافظات على اسعار اللحوم تحديدا. ايوه فلقيت المساله جد يعني المساله فعلا في انخفاض ما كانش متوقع بهذا الشكل في اسعار اللحوم والسلع الغذائيه. نعم لكن قلت انه ده تاثير مهم على الانسان المصري اللي احنا الكل بيستهدف يعني سعادته في الاخر. صحيح. لكن قلت لا ده وقف الالم في المرضى بتوعنا يعني ونجاح حمله ال 100 مليون صحه ممكن تبقى اهم لان احنا كمان ما وقفناش عند ال 100 مليون صحه وقعد نكشف على الناس رغم يعني طبعا حمله ملحميه ما حصلتش على مستوى العالم ما حصلتش صحيح. ما حصلتش لا في الشكل ولا في الرقم يعني حتى حقيقي. على مستوى حتى على مستوى التحام الناس والتحام كمان احتشاد الاطباء لانه تلاقي اساتذه جامعه موجودين في اللجان والفرق حقيقي. الموجوده في الشوارع صحيح فانت قدام ملحمة حصلت كبيرة الناس استفادت منها بشكل مباشر وقفنا عند ناس بتتعالج وبتعمل لها الفحص والبي سي دي البي سي ار موجود في الشوارع برقم كويس وشغال وكمان بياخدوا ادوية مجانا لكن ما وقفناش عند كده ده رحنا كمان عند كشوف الانتظار في العمليات الجراحية ولقينا الرقم بيتخطى المطلوب وبيوصل ل 300,000 عمليه لو تفتشي في تفاصيل الارقام يعني اذا كان العمليات العظام عمليات الرمد عمليات القلب عمليات والقلب طبعا رقم مهول يعني عدينا عدينا 60 70,000 عمليه زرع القوقعه زرع القرنيه زرع الكبد زرع الكلى تلاقي عمري ده ما حصل في اي دوله يعني الناس لازم تعرف ان اللي بيقوله الاستاذ احمد رفعت ده ما حصلش في اي دوله انه يبقى فيه دولة والقيادة السياسية فيها مهتمة انها تعمل كل الحاجات دي اللي ليها علاقة بالصحة مجانا ده ما حصلش في اي دولة ولا انا بتكلم غلط يعني لا 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 ما حصلش وما حصلش أي. عندنا في النص القرن الاخير لانه طبعا حصل تدهور كبير يعني في خدمات الصحة نعم فالرئاسة شايفة الموازنة العامة مش مكفية الوزارة فبتعمل المبادرات دي وبتوفر لها الموارد عشان تعوض المواطن المصري الخدمات وتدي له خدمات صحية يعني تليق به وطبعا حضرتك عارفة الباقي بقى مبادرات المرأة مبادرات العيون للأطفال مبادرات نور عينيك المدارس أطفال المدارس وحصولهم على يعني غذاء صحي وعلى نظارات طبية كل ده لو اتكلمنا فيه مجانا صحيح والتقزم والتقزم وصلنا إلى رفاهية إن احنا بنشوف التقزم والسمنة عند أطفالنا لكن صحيح. انا قلت بقى ايه اذا ده مهم برضه فالعدل ما فيش اكتر منه فلما نشوف يعني سياده الرئيس موجود في كشوف الهيئه في الكليه الحربيه وكليه الشرطه ويدي رسائل انه احنا خلاص يعني اللي كان لفت نظري لانه بيدي رساله للباقيين احنا اهو بنجهز للمستقبل افضل ما عندنا يعني افضل اولادنا بنجهزهم عشان يبقوا هنا وهنا في في الجيش وفي الشرطه لكن يا باقيين بقى اعملوا كده يعني اللي ياخد مكان مناسب يبقى اللي عنده الشرطين الكفاءه وحسن السمعه لا مجامله ولا وساطه ورايحين بقى لمرحله انه الناس قادره انها توصل للكليات اللي عايزاها او الاماكن اللي عايزاها في الوظائف العليا من غير بقى اللي كنا بنسمع عنه صحيح. فالرئيس بيدي مثل وطبعا هو واثق في الموجودين في اللجنتين الهيئه هنا وهنا لكن هي الرساله عشان توصل لباقي الناس وباقي الهيئات اللي بتختار وممكن يبقى معاييرها مش موجوده بهذا صحيح. العدل الرئيس عايز ياكد عليه لكن برضه تستريبي ده كله وتقول اذا ما امناش بقى امننا القومي هيبقى ما عملناش حاجه فتبص تلاقي افتتاح الانفاق اللي خلت سيناء سبيكه بقى على الوطن ما خلاص قصه ان احنا نعبر الى سيناء ونروح الى سيناء يعني كل هذه المصطلحات هتبقى يعني قديمه في المستقبل احنا صحيح. بينا واحنا وسيناء سبيكه واحده فلما تلاقي بعد ما كان عندنا احمد حمدي وكوبري السلام بقى عندنا 17 نقطه او 17 نقطه عبور لسيناء من يعني كوبري الشهيد احمد منسي كوبري الشهيد جرجس افانوب الى اعاده كوبري الفردان غير الانفاق اللي اتعملت صحيح فانت ال 61,000 كيلو متر اللي هي قد قطر ست مرات اللي هي مساحه سيناء انت رايح تعمريها يعني دلوقتي بنعمل دول يعني بنعمل شويه دول كده بنطلع 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 فاذا ده ما اتعملش اعتقد ان الصين يبقوا زعلانين انه حلمهم يعني في تعمير سيناء وتامينها بشكل صحيح. كامل وزراعها بالبشر
ده كانت من زي ما بنقول كده حلم من احلام العمر بالظبط. فبقينا مش عارفين ايه ولا ايه اللي ممكن يبقى يعني اهم حدث في الداخل غير بقى اللي ختمنا بيه الثلاث شركات شيفرون الامريكيه والشيل الهولنديه ومبادله الاماراتيه اللي خدوا صحيح الحق التنقيب عن الغاز في البحر الاحمر. ده معناه ايه؟ معناه ان كل اللي كان بيتقال وكان بيتعمل ابتدينا نشوف ثمار اهو، يعني ابتدينا نشوف حصاد اللي كان بيتقال. ما كانش يعني ما كناش بنعمل اتفاقيات في البحر الاحمر علشان غاويين نعمل اتفاقيات، لا عاملين اتفاقيات لهدف وابتدى الهدف يتحقق. على المستوى الخارجي انا برضو يعني انجازات كتير، يعني النجاح الساحق لمصر في اداره افريقيا احنا عاملين سنه كامله وكنا متوقعين وقلنا عند حضرتك انه هيبقى مصر قيادتها للمنظمه الافريقيه غير مسبوق، وهتقدم من اول بقى يعني مبادره وقف المدافع او وقف الرصاص وانهاء الازمات والحروب في افريقيا، اسكات البنادق الى نقل كل الام افريقيا للعالم، افريقيا اللي عانت واتنهبت واتسرقت وترحل حتى اولادها اشتغلوا عبيد في قارات تانية. مش بس اتنقل يعني ازماتهم، مش يعني انا شايف ان رئيس السيسي نقل كل مشاكل الجنوب، كل مشاكل العالم الثالث للدول الكبيره.